آية من حلوان يا آية. طبعا مساء ده الخير يا استاذه لميس. مساء الخير يا آية. ذهبتي إلى حلوان، ماذا استاذه يحدث في لميس، حلوان؟ ايوه انا وصلونا واقفه دلوقتي دلوقتي حضرتك سوا. قدام. اتفضلي يا آية. مساء النور. اتفضلي، ايه الاخبار في مساء حلوان؟ النور. احنا جينا مدرسه صلاح سالم. احنا في مدرسه دلوقتي صلاح سالم. انا حضرتك سامعيني يا استاذه لميس؟ انا سامعه سامعاكي حضرتك. ومش حضرتك سامعاني؟ هقاطعك. يعني قولي لي، احنا قدام دلوقتي مدرسه صلاح سالم الثانويه بنين. ايوه تمام. احنا قدام دلوقتي مدرسه صلاح سالم الثانويه بنين الدائره التاسعه حلوان. جالنا اخبار عن انه كان في مشكله ما بين خناقه، شبه خناقه، ما بين احزاب ما بين انصار حزب الحريه والعداله وانصار حزب التجمع. بس احنا جينا وسالنا الناس، ما فيش اي مشكله وما فيش اي حاجه، والوضع مستتب تماما وما فيش حتى تكدس، والامور كلها مستقره. ومعايا حد ممكن ندخله معايا بس على الهوا، حضرتك تسمعي بنفسك ايه اللي بيحصل جوه. اتفضلي. السلام عليكم، انا نجاة محمد السيد من حلوان. اولا الجو هنا كويس جدا، والشرطه في خدمتنا، وامين شرطه راك، والامين الشرطه شني على الكرسي عشان رجلي انا فيها كبيره، والضباط واقفين، والشرطه ما شاء الله ربنا يحميهم لينا يا رب، وانصرنا يا رب على الناس، على الدول العربيه يا رب. و... في اي حاجه مشكله؟ ما فيش اي مشاكل ولا في اي حاجه، والشرطه والجيش ربنا يحمينا اولادنا يا رب، يا رب يحميهن يا رب، احمينا اولادنا يا رب، يكفيهم شر طريقهم جميعا يا رب. شكرا. متشكره حضرتك قوي، متشكره حضرتك قوي. احلى دعوه جميله. ممكن نسمع صوت البنوته اللي وراكي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده الامور مستقره في حلوان؟ مستقره. طب خلينا نسمع صوت تاني يا ايه لو سمحت. اوكي، اتفضلي حضرتك. اتفضلي. الحمد لله، هو هنا في حلوان يعني الجيش والشعب والشرطه برضو كانت في خدمتنا، وانا دخلت جوه ما خدتش دقيقه اساسا، وطلعت الحمد لله، يعني الجو تمام جوه يعني الحمد لله. عايزينك تتجولي. تمام حضرتك، عايزه اجيب لحضرتك حد لا تاني. انا عايزاكي بس تتجولي في حلوان، لان احنا برضو مازال عندنا اخبار ان في حاضر مشاكل حاضر في حاضر دوائر اخرى، وهنرجع لك بعد قليل. طب ممكن نسمع صوت في حلوان الحد. خلاص. طيب شكرا يا آية، ونرجع لك بعد قليل. شكرا يا آية.